زي ما قال دكتور سليم حسن في موسوعة مصر القديمة. مما يدهش في التاريخ المصري أننا نرى نظام القبائل غير موجود عند انبثاق فجر التاريخ في الوقت الذي يسود فيه نظام المقاطعات في البلاد. وهنا يجب أن نميز بين القبيلة والمقاطعة. فالقبيلة مجموعة من الناس تربطهم صلة القرابة وتمجيد الجد الأصلي ثم السيد والرمز الديني، وأفراد القبيلة قد يكونون من البدو الرحل أو من أهل الحضر، وليس من الضروري أن يكون ساكن الإقليم منتسباً إلى قبيلة ما في نفس هذا الإقليم. أما المقاطعة فعلى العكس من ذلك، ساحة معينة محدودة من الأرض وليست مجموعة من السكان، وكثيراً ما يكون سكانها خليطاً من الناس. جدنا المصري القديم صانع أول مدنية في التاريخ، مش بس عاشق بناء المدن الجديدة زي ما نحكي بالتفاصيل بإذن الله على مدار الحلقات، مش بس عشق ده، لا ده كمان عرف إزاي يخططها يبنيها ويخططها ويقسمها. كانت المدينة نوت في عرفهم في ذلك الوقت تتألف من مبان تقام عند ملتقى الطرق، كما تشير إلى ذلك العلامة التي يرمز بها إلى المدينة في لغة القوم، وتحوط بسياج مستدير وتتألف من عدة أكواخ من الطين واللبن يأوي إليها الحراثون والرعاة والمسافرون في المساء خوفاً من مباغتات أهل البادية الرحل الذين احترفوا هذا العمل واتخذوه مهنتهم طول حياتهم. وكانت تقام في المدينة مخازن عظيمة الحجم للغلال، وأخرى تحفظ فيها الآلات الزراعية وحظائر للماشية ومصانع لأصحاب الحرف والصناعات، وكذلك كانت تبنى فيها حوانيت للتجارة حول ميدان عام لتكون بمثابة سوق يعرض فيه التجار ما لديهم من السلع والمحاصيل والمأكولات التي تنتجها الأرض. إحنا بنحب العمار، دي جيناتنا، الإنسان المصري بيحب العمار والمعمار منذ القدم، وطلع شعار عمار يا مصر، ودايما المصري متعمد إنشاء وإيجاد مكانة خاصة لرمز الحكومة، ممثل الحكومة التي تضمن وحدته في المدن الجديدة. وفي المدينة يشيد مبنى عظيم شامخ الجدران يشرف على ما حوله، ذلك هو قصر الإله حتننر، وهو ما يسمى بالمعبد، وكان يقام خاصة لإله المقاطعة، ويشمل داخله الراحب المخازن المقدسة ومساكن رجال الدين. وهناك قصر آخر فسيح الأرجاء وشامخ البناء بالنسبة لما حوله من بيوت عامة الشعب، أقيم خاصة للفرعون أو لحاكم المقاطعة، وذلك حسب العصور التاريخية. والتنظيم والتخطيط كان شيء مهم وضروري عند ملوك مصر القديمة ولحد دلوقتي، مش بقول لكم جينات؟ كان الفرعون أو الحاكم عندما يريد تأسيس مدينة جديدة يفصلها عن جارتها ويصنع لكل حدودها بإقامة لوحة ثابتة كالسماء، كما يعبر عن ذلك المصري نفسه، وكذلك يحدد مياه كل حسب ما جاء في كلامهم، ويقسم المياه والحقول والغابات والرمال حتى حدود الصحراء. وكلما ازداد عدد السكان في هذا الإقليم وامتدت فيه الأراضي الزراعية، كلما فكر العمال في إقامة مدن جديدة صغيرة ثانوية أو قرى تقام فيها قصور وتنصب عليها حكام يدينون بالطاعة لحاكم المقاطعة. ومن مجموع هذه الأراضي والقرى والبلدان والعاصمة كانت تتألف المقاطعة. وعشان نعرف قد إيه جدنا المصري القديم كان عارف وفاهم إن نجاتنا في وحدتنا، استمر لمدة 20 قرن من الزمان، 2000 سنة يحتفل بالملك مينا موحد القطرين، ولا أظن أن المصريين احتفوا بملك آخر بعد وفاته كما احتفوا واحتفلوا بصاحب المهابة والمكانة الملك مينا موحد القطرين. يعد المؤرخون مينا أول ملك أسس الوحدة المصرية، وقد كانت له مهابة في قلوب الفراعنة الذين خالفوه، حتى أننا بعد مضي 20 قرناً على وفاته وجدنا تمثاله يحمل في مقدمة كل تماثيل الملوك الآخرين في احتفال ديني في عهد رعمسيس الثالث في معبده المعروف بمدينة هابو في الجهة العربية من طيبة. وده بيعرفنا وبيفهمنا وبيأكد لنا أننا شعب عارف معنى الوفاء، بس مش وفاء لأي حد،
وفاء للي بيدي مصر بصدق وحب وإخلاص.